محرم المدرب العام لفريق المقاولون العرب كابتن طلعت، اهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليك. ازيك يا كابتن هاني؟ كل سنه وانت طيب، رمضان كريم على حضرتك وعلى اسره البرنامج وعلى مصر جميعا، ان شاء اهلا الله تكون بحضرتك، خير. الله اكرم، وحضرتك طيب. المقاولين العرب يمكن الوضعيه شكلها غريب شويه، المراكز المتاخره في الجدول، ازاي استغليتوا الفتره اللي فاتت علشان النتائج تتحسن في القادم؟ والله يا كابتن هاني انت عارف طبعا ان يمكن وضع الفريق من اول الموسم وهو مش مطمئن يعني. الحقيقه الفريق بيضم برضه لعيبه مميزه، قادرين ان شاء الله ان احنا نخرج من الموقف اللي احنا فيه ونرجع المقاولين لوضعه الطبيعي تاني ان شاء الله باللعيبه اللي موجوده ديت. الحقيقه دعم لا محدود من مجلس الاداره، المهندس محسن، المهندس محمد عادل دايما معانا، دايما موفرين اي حاجه بنطلب، معسكرات على طول فورا بتتنفذ، اي حاجات بالنسبه للعيبه سواء مستحقات اي حاجه. الحقيقه كل حاجه بتطلع في مواعيدها، والاحيان يعني الاداره في ظهر اللعيبه بكل الاشكال. دي نقطه. النقطه الثانيه يمكن ظروف الفريق الحقيقه كانت صعبه، سواء مع الكابتن عماد وهو موجود او سواء لما احنا جينا كان في عدد كبير جدا مصاب. الحمد لله الفترة اللي فاتت كان مهم جدا بالنسبة لنا مباراة الجونة، ان في فترة توقف طويلة بعديها ان احنا ربنا يكرمنا ونكسب. يمكن اللي اتفرج على المباراة الشوط الاولاني يمكن نكسب اكتر من هدف، لكن ما وفقناش خالص، وكانت كان مؤشر خطر. انت عارف ان اللي بيضيع كتير ممكن يستقبل، وده حصل فعلا في بداية الشوط الثاني. مظبوط، الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع نتعادل ونكسب، ودي كانت نقطة مهمة جدا عودة معنويا. سريعة وقتها حتى بجولين حلوين يعني. الحمد لله، وبتفرق كتير معنويا مع الولاد، ترجع ثقتهم في نفسهم. فترة التوقف الحمد لله استغليناها بشكل كويس، عملنا معسكر لعبنا فيه سلسلة مباريات ودية سواء مع الأهلي بنغازي أو إنبي أو الأهلي بنغازي أو إنبي، ويعني والحمد لله والبنك الأهلي برضه. تمام، ويمكن جربنا لعيبة كتير رجع من إصابات، زي حسن الشامي كان رجع من إصابة، كريم مصطفى كان الحمد رجع لله من على السلامة. إصابة. عدد من اللاعبين يعني كان يعني كان في ناس كتير رجع من الاصابه برضه، ايه بنشيك عليها وايه وبنجهزها برضه عشان يبقوا موجودين ان شاء الله الفتره الجايه. كل التوفيق ان شاء الله كابتن طلعت، والحقيقة يعني بشكرك جدا.